تقرير خلاصه اللي حكيته انتم. مع احترامي اخي ابو موسى الاخ خالد، يعني انا سمعت انه طبعا انه ذكرت انت انه نحن جلسنا اجتماع مطول لما اقريت التقرير. لما اقر التقرير انت تعلم اخ ابو موسى، يعني لما جلسنا الجلسه امجد. انا اخي دكتور احنا اجتمعنا اذا يعني اذا بتتذكر احنا اجتمعنا كانت قاعه الصور، احنا اجتمعنا بالقاعه الشرف اللي بجنب قاعه الصور، وظلينا من الساعه تقريبا كانت بتخيل 12 ونص او واحدة، ظلينا لغايه الساعه 3 ونص، وبعدين انتقلنا على القبه وكملنا اجتماعنا ما كان الا مكتب الرئيس متاح بالنسبه لنا انه نجتمع لوحدنا، وحتى الرئيس يعني اذا 5 دقائق او طلع يعني. نعم تفضل يعني حتى حكى يعني اذا بتذكر اخي عمر يعني عفوا اخي دكتور موسى يعني حكى الرئيس انا ما بدي ادخل ولا بدي ادخل بالحاجه وانا ما الي، وكنا بدنا ندخل على المكتب الثاني. اسمعنا استاذ خالد خليني اكمل. كنا بدنا ندخل على المكتب الثاني لما اجى الرئيس، لكن الرئيس أبى انه لا خلص انا بدي اطلع. طيب تفضل دكتور. انت يعني انت محل احترام طبعا، انا يعني اقدر طبعا واحترم. الله يخليك. الاجتماع انا كنت يعني طلبت، قلنا بدنا اجتماع مطول نجلس فيه مش نيجي على نعم الهام. انت نعم صحيح انت طلبت اجتماع اخر يعني خالد استاذ خالد بس خلينا شوي خلينا نكمل. تحملني بس دقيقه. تحملنا زي ما تحملناك. عفوا. لا ولا يهمك. كان الاجتماع المطول هو مع رؤساء مجالس المحافظات. نعم. كان هذا هو الاجتماع المطول. ويمكن قاعد للوحدة يمكن. تقريباً. يعني اللجنة لما وقعته. بالضبط يعني هو. نصل للوحدة واحدة. واحدة واحدة وربع واحدة وثلث، يعني إنه استمر اجتماع وصار كيف تعرف شفت لاحظت صار نقاشات يعني منتخبين مع منتخبين مجتمعين بغض النظر يعني إلى آخره. وكان اجتماع مطول فعلاً من الساعة 11 مع هؤلاء الإخوة. وبعد ان خرجوا بعدين جلسنا في قاعه التشريفات، جلسنا قليلا لم نتفق على شيء، كانت بسرعه بدون يعني منها جلسه على رواق. نعم. احنا الان امامنا جلسه مجلس نواب الساعه 2:30 واحنا الان الساعه تقريبا صارت الساعه 2 واحنا جالسين ومش ما 62 صفحه. احنا ثلاثه ضلينا جالسين للثلاثه. خليه بس اسمعني انت. نعم. يعني مش هالطويلة نص ساعة لما تقول لي قاعد. أنا اللي أقصد يعني. هذا التقرير 62 صفحة، أنا ذكرت إنه إحنا حطينا ملاحظات وحطينا توصيات. أنا أعترض على إنه العمل المؤسسي ليس بهذه الطريقة. صحيح. نجلس نعم. معا لأني أنا سألت أخونا الأخ أحمد وذكرت قلت التقرير جاهز، قال لي التقرير جاهز، قلت متى جاهز التقرير؟ نطلع عليه بدنا نوافق عليه، هذه التوصية اعتمدناها بدنا نشوف اللي كتبناها بدنا كذا يعني